تعالوا بقى النهارده عامله جرانيتا كده فراوله، وممكن تبقى يعني نسميها ايس كريم كده. هنقدمه بطريقه لطيفه قوي. عندنا فراوله مجمده، لازم تبقى مجمده جدا جدا جدا. عندنا ليمون، عندنا عسل ابيض، بس كده ماشي. لو عايزينها اطعم شويه كمان اطعم، حطوا عليها كريمه حلويات حبه صغيرين، هتبقى هيبقى ليها طعم مختلف وحلو قوي. خلاص، بس انا يعني بحاول على قد ما اقدر، واحنا كده في الصيف عايزين نلبس حاجات ما اتخنقاش، عايزين ناكل حاجات ما اتخنقاش، عشان اللبس لبس الصيف بيبان عليه كل حاجه، وفي نفس الوقت ابقى باكل منها كل يوم، لان احنا لما نعملها ممكن تقعد معانا اسبوع مثلا، باكل منها كل يوم وانا مش حاسه بايه، باي ذنب. خلاص، ممكن بقى يوم نقوم حاطين عليها حبه الكريمه زي ما قلت لكم كده، يعني نشيل شويه كده على جنب نزودها بايه، بكريمه حلويات. حلو قوي، لو احنا جايين ضيوف اعملوا لهم اعملوها بكريمه الحلويات. اقول لك عشان لابسه ابيض وعارفه ان انا جميله هوقع على نفسي بس. طيب هنحط كده ايه، حبه الليمون، وكل شويه احس ان انا ازود ازود. العسل، الله الله، العسل ده اللي هيمسك لي ال، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. او في الفود بروسيسور عشان يدينا الـ الـ القوام ده. هحطه هنا بقى كده واسيبه في الفريزر، لو ينفع، لو هتقدروا تستحملوا ليله كامله تمام، عشان يدينا بس ايه القوام اللي احنا عايزينه. نحط جواه لو عندنا شوكولاته دارك مش شوكليت شيبس، اللي هي مثلا بتعمل برتقان او بتعمل نعناع، نقوم حاطينها. بصوا عامله ازاي، بصوا بقى انا جايبه ليمون اداليا، كنت عايزاكم طيب بكره هجيب واحده كامله واقول لكم بتتفضى ازاي عشان خلاص ما فيش وقت. بصوا ليمون الاداليا قطعته بالنص بس بالطول وفضيته خالص، جبت كده الايس كريم الحلو ده، عملته كده. ايه رايكم في التقديمه دي؟ نحطه كمان ساعه في الفريزر ماشي، يعني بعد لما نعمل الحركة دي نحطه ساعة كمان في الفريزر.